أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولد الطفل وليس لديه وعي إلا بحاجة التغذي، ويكبر وهو لا يميز ما له من أنا في داخله وما ليس له من أنت وهو في خارجه، حتى يدركه طور آخر يوقظ فيه الشعور بالاختلاف، يبدي سلوكا يشبه التمرد. وما هو بتمرد؟ إنما هو استكشاف لمحل خطواته في هذا العالم. يقال في ميادين التربية للإنسان في مسار حياته الدنيوية مراحل عمرية تختلف كل مرحلة عن غيرها بخصائصها. هل لذلك أثر في الأحاديث الشريفة؟ هل راعت السنة المعصومة قابليات الطفل واستعداداته؟ وكيف تكون معاملته؟ يشرفني للعثور على أجوبتي أن يستضيفني الشيخ مهدي أبو زيد. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني إذا كان أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ربيب رسول الله وتلميذه تحدث في أمور العقيدة عن أشياء لم تكن لتخطر على بال في ذلك الوقت، لدي هذا الاستفهام، هل تحدث أهل البيت عليهم السلام عن مستويات عمرية عن الأطفال، وهذا أمر سابق لأوانه في ذلك الزمان، فهل من مراحل عمرية في أحاديث أهل البيت عليهم السلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين، الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام على جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين. السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن المودة المجهولة في الأسرة ليست مجرد رومانسية يتناول أطرافها الشريكان، بل هي بلسم تلتئم معه وريقات الوردة على رحيق لابد أن يأتي اليوم فينثر عبيره ويعطر أجواء المجتمع. لطيف. المودة هي تلك الحاضنة التي تنشئ جيلا يوصل المجتمع البشري خطوات إلى الأمام. لذلك نجد عناية هائلة وإشارات واضحة وصريحة من مدرسة البيت النبوي في هذا الخصوص. لذلك أول الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن هذه الفئات العمرية. يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: لاعب ابنك سبعا، نعم، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم اترك له الحبل على الغارب. أطلق صراحة. الجامع بين هذه المحطات الثلاث من الطفولة إلى الصبا إلى الفتوة هي مرحلة الوصاية والعناية والمتابعة للوالدين. إلى هذا المكان هنالك مسؤولية تقع على عاتق الوالدين. ثم في المحطة التالية للحياة يصبح المرء مسؤولا عن فعله وعن متابعاته. لذلك عندما نأتي إلى موضوع هذه السبعات الثلاث وأن الولد لابد أن يلاعب سبعا أو لاعب، رواية النبي لاعب ابنك سبعا، في رواية للمولانا الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه يقول: دع ابنك يلعب سبع سنين. لاعب في الرواية النبوية تستبطن شراكة، يعني كأنها تحض الأهل إلى أن يمارسوا ذلك مع الولد في محاولة لاستكشاف هذا الولد وفي محاولة لتفتق ذهنه وانفتاحه على المحسوسات الخارجية، باعتبار أن المرحلة الأولى من مراحل
التعلم الإنساني هي مرحلة المحسوسات، مرحلة العقل الحسي كما يعبرون في المنطق. وفي رواية ثالثة، الولد سبع أمير يمارس فيها الإمرة، يعني هو غير مطالب بشيء. في مجتمعنا مع الأسف تربينا على نظرية أن صغير القوم خادمهم، وهي تعاكس تماما النظرية الإسلامية التي تعتبر أن الصغير أمير الركب. كيف أن الأمير يأمر فيطاع وتلبى الرغبات والاحتياجات ضمن المستطاع والمقدور؟ كذلك هي حال الولد، وإنما كبير القوم خادمهم، يكبر المرء بخدمة قومه وأهله وليس العكس. لذلك نحن في الأسر عادة ما نلقي كامل التبعات والمسؤوليات على الطفل، في حين أن الشارع المقدس يجعله بريئا من كل ذلك، وإمرته تقتضي أن توفر له احتياجاته لكي ينطلق في رحاب العلم والمعرفة. إضافة إلى موضوع التقسيمات، ننتبه إلى مسألة الرقابة. نعم. دع ابنك أو لاعب ابنك أو هو أمير لا يعني أن يفعل ما يشاء، وإنما له أن يفعل ولك أن تراقب. وكما تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع التقسيمات، حتى باليوم في بعض محطات المتابعة المعنوية لهذا الطفل. لذلك أن نفسح له في المجال أن يلعب لا يعني أن نهمل بقية الجنبات. بالضبط. وإنما نستطيع من خلال لاعب ابنك أن نغرس فيه مفاهيم من خلال هذه الألعاب التي يدرك. أحسنت. لذلك اللعب له غايات بخلاف اللهو. اللهو هو عملية إتلاف للوقت، وقد يتلهى الإنسان بأي شيء، لكن في اللعب له قواعد وله ضوابط لابد أن يراعيها الإنسان. لذلك تجد بعض الأحيان الأهل يفسحون المجال للأولاد أن يلعبوا معا. هذا اللعب يحتاج إلى رقابة أيضا، خاصة إذا كان لعب الأولاد مع أبناء من بني من جيرانهم من أقاربهم، فهنالك شيء من الثقافة يتم تناقله، هذا يحتاج إلى رقابة. فتجد أن بعض الأبناء مثلا بعض الأولاد في مكان ما يغش، لابد أن نشعره بأن هذا الموضوع غير جيد. أنت تلعب لابد أن تكون مبدئيا. أحسنت. لابد أن تلتفت، لا يحق لك أن تكذب، لك أن تلعب لكن قل ما لك وما عليك ولا تخاف من أحد. لذلك بعض الأهل مثلا يأتون إلى شيء انكسر في الدار فيقولون من كسر هذا؟ بداية الولد في المرة الأولى يقول أنا كسرت، لكن عندما يجد هول ما سيصيبه سيدفعه في المرات اللاحقة إلى أن يكذب. وبعض الأحيان الولد يعمل مخيلة ويسرح في خياله فيظن الأهل أنه يكذب. لذلك ليس من الصحيح أن نرمي الولد بهذه الصفة، كاذب أو كذاب، لا يحق لك أن تفعل ذلك. لابد أن تقوم بذكر الجيد لا باستذكار القبيح، يعني أن تقول له ما فعلته ليس صائبا، ليس من الصواب، ليس كلاما مستقيما. الإنسان المؤمن يعتاد على الاستقامة، وهذا خلاف ذلك. وهو يلعب عندما تلاعبه سيتبين لك بعض المفردات التي قد تذهب يمنى ويسرى، لابد أن تجعلها في ضمن الضابطة. شيخنا سموها الروح الرياضية، إذا غلبت تواضع لمن غلبت، إذا غلبت اعترف بالهزيمة. وبالأخير هو لاعب. لا، يعني عندما يرى الطفل أنه هزم أباه في المصارعة وأن أباه اعترف بهذه الهزيمة، أحسنتم، لن يرى في ذلك عيبا أنني إذا غلبت في مباراة مع أصدقائي. ثم كما تفضلتم يعني حتى السنوات الست شيخنا أحيانا لا يميز الطفل بين الواقع والخيال. والخيال صحيح صحيح، ولأنه يدمج ما بينه وبين الآخرين يظن البعض أنه يكذب.
ربما أحيانا يعترف بأشياء لم يفعلها. صحيح. ما أن يتخيل أو يسأل عنها يظن أنه أنا فعلتها. صحيح. لا يملك هذا البون الشاسع ما بين أنا وهذا العالم. لذلك علينا أن نراعي هذه المشاعر. أصلا نفس إطلاق الكلمة على الطفل غير صائب وغير بالضبط. تربوي. إذا نهينا عن تسميتهم بأسماء قبيحة كي لا يتبنوا معاني هذه الأسماء. صحيح. وأيضا يستحب أصلا التكنية بالنسبة للأطفال لكي تعطيه شأنية وحيثية أيضا. لذلك تجد أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم يكنون أبنائهم لكي لا تأخذه كنية هنا وكنية هناك، ليكون حتى في الكنية فيه إشعار من الاحترام. جميل. أيضا في موضوع التدرج في تلقين المعرفة، كما تحدثنا في الحلقة الماضية أن المعرفة لا تأتي صبة واحدة، في كل مرة جرعة، بحيث أن هذا التراكم حتى لعب الطفل بالنسبة إليه تراكم معرفي، يعني من خلال اللعب يدرك هذا ينكسر وهذا يلتوي وهذا ينزعج وهذا يتضايق وهذا كذا. هذه المفاهيم يتعلم يتعرف عليها من خلال اللعب، يشعر بطعم النصر والفوز ويشعر بطعم الخسارة، يراكم مسألة أن يدرك فيما بعد ماهية الفوز، معنى مطلق للفوز ومعنى مطلق للخسارة، معنى مطلق للصدق، معنى مطلق للاستقامة وإلى آخره من الأمور. هذا التدرج أيضا لأنك يصعب عليك أن تسقي الغرس دفعة واحدة حتى يتصلب العود على أي شيء، لا، لابد أن تكون الجرعات متوازية وتسعى وأنت تسقي إلى أن تحافظ على تلك الاستقامة. نعم. وأهلنا في الزراعة علمونا ورأينا بأم العين أنه النبتة التي نغفل عنها لأيام معدودة وقد كثر عليها الماء ربما تنحرف ويصعب بعد ذلك إعادتها إلى الاستقامة. كذلك الحال بالنسبة لهذا الطفل، يتجرع المعرفة والعلم من خلال لعبه. ومن لطيف الإشارة ما ذكر في الكتاب المجيد عن هذه الدنيا أيضا. نعم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لعب للإشارة لأنه أصلا ما نمارسه نحن كما يذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، إنما هي حاكمية المخيلة والأوهام أننا بأصحاب توصيفات ومقامات لكن نحن في حقيقة أمرنا ما لآدم وللكبر، كلكم لآدم وآدم من تراب، هذا واقع، هذه حقيقة. ما سوى ذلك هذه التوصيفات والألقاب ونحن وفخامة وجلالة وسعادة وكل هذا لعب. لا عبرة به، هذا لعب، هذا لعبة المخيلة والأوهام في صياغة هذه الأمور وصدقنا لعبتنا. ثم تأتي اللحظة التي يقول الوالد لأبنائه اتركوا كل شيء وهلموا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فإذن هذه المسألة، هنا أقف عند قصة لطيفة يرويها أحد الأشخاص من العرفاء واسمه سهل الششتري. نعم. وهذا الشخص قد توفي عن 80 عاما وسنة 283 للهجرة، يعني في زمن قديم. نعم. يقول كنت في 3 من عمري إذ رأيت منتصف ذات ليلة خالي واسمه محمد بن سوار وأيضا كان من العرفاء قد قام من فراشه واشتغل بصلاة الليل. نعم. وقال لي مرة ولدي أما تذكر الرب الذي خلقك؟ ألا تحب أن تذكر الخالق؟ قلت كيف أذكره؟ يعني ما هو تكليفي؟ قال عندما تذهب لتنام في فراشك كل ليلة قل 3 إن الله معي وهو يراني وأنا في حضرته، هكذا إن الله معي وهو يراني وأنا في حضرته. فرددت هذه الكلمات عدة ليال من صميم قلبي، ثم قال لي كرر هذه الكلمات 7 مرات في كل ليلة، يعني زاد له الجرعة. ففعلت ذلك فبقيت حلاوة هذا الذكر في قلبي. وبعد سنة قال لي قل ما علمتك طول عمرك إن الله معي وهو يراني وأنا في حضرته، كرره، قله بروحك وقلبك حتى يضعوك في قبرك، يعني فليلازمك هذا الأمر، فإن هذا الذكر
ومعنويته سيأخذان بيدك وينقذانك من الدارين. هي سفينة نجاة، إن الله معي لا تحزنوا، إن الله معي. إذن إن الله معي وهو يراني، أنا في رقابته، أنا في محضره. وهكذا نفذ نور الإيمان بالتوحيد إلى قلبي في أيام طفولتي وغمر كل قلبي. يا الله. فبعض التلقينات للطفل، إن الله يحبنا، إن الله معنا، هو يرانا، فلنتفت إلى حركتنا. وهذا أيضا ينساق إلى موضوع استحضار صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في حياة الطفل. إمامي يرضى لي كذا، يحب لي كذا، يريد مني كذا، لا يحب لي أن أكون ضعيفا، لا يحب لي أن أكون بخيلا، لا يحب لي أن أكون ثرثارا ونماما وغشاشا وإلى آخره. مفردة يحب ولا يحب مربية، بخلاف موضوع عيب. نعم. هذا عيب، الجيران لا يقولون لك كذا وفلان لا. فلتبقى العلاقة مع صاحب العلاقة الحقيقية. عندما يحسن الإنسان علاقته بأسباب المعرفة والتربية والروح، سوف تتحسن العلاقة تلقائيا مع البقية. نعم. فلا داعي بعد ذلك لأن يستشر عيبا، لا، العيب ما يزعج قلب إمامي، العيب الحقيقي ما يغضب ربي، ما لا يرضيه عني، وليس العيب أي شيء آخر. لذلك أخذنا مفاهيم مغلوطة في تعاطينا مع الأشياء، بحيث بتنا نرى أن إرضاء الناس وإسداء الأمور التي تسعدهم هي الأولوية لدينا، وأسقطنا ما يرضي خالقنا، وهذا خلاف المنهج التربوي الذي يراد لنا. إذن قال له إن الله معي وهو وأنا في حضرته وهو يراني، ظلت خالدة في خلده في باله، وأنشأت منه عرفانيا من كبار العرفاء. إنها نحن في القرن 15 الهجري نذكر قصة رجل بسبب عبارات قالها 12 قرنا. جميل. فإذن إن الله معي. لذلك عندما نأتي إلى مراحل الحياة، نعم، تحدثنا عن الرواية النبوية الشريفة، لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا تأديب وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب. إذن هذه هي المرحلة الأولى للرجل للإنسان التي تبتني على طفولة وصبا وفتوة، وجميع هذه المرحلة هي مقدمة من مراحل العمر أو مرحلة من مراحل العمر التي أولاها الشباب ثم الكهولة ثم تأتي مرحلة الشيخوخة. فإذن هذه المرحلة قسمت إلى ثلاثة أقسام، لكل قسم من هذه الأقسام طريقة في التعاطي معها. لذلك ينقل البعض كيف وكان أديبا، كيف سلب حلاوة السبع الأولى من عمره عندما كان يشعره الكبار بأن فعله خطأ ولعبه خطأ وتردد أصدائه في بين البساتين بأنه خطأ وتعدي على الحرية. لذلك تجد إلى الأمس القريب أنه يمنع على الطفل مثلا أن يجلس في مجلس الكبار، علما بأن هذا الموضوع مهم جدا. نعم. تجد مثلا في تربيتنا أنه عندما تأتي تمارس عادة الضيافة الجميلة الرائعة في مجتمعاتنا، يؤخرون الأطفال إلى الأخير. هذا من الأمور الخاطئة. إذا كان أميرا كما عبرت الروايات النبوية الشريفة، فلابد أن يبدأ به، لابد أن يلحظ هو، لابد أن تراعى مشاعره هو، ثم بعد ذلك تراعى مشاعر الآخرين. هذه مسألة لابد لنا أن نلتفت إليها وأن نتعاطى معها. إذن من بداية حركة الولد إلى السبع سنوات، هذه
قسم من المرحلة العمرية الأولى التي يباح فيها للولد كل شيء. لذلك حتى على مستوى الأحكام الفقهية ما نصطلع عليه بالطهارة والنجاسة وإلى آخره هذا يحكم المكلف، أما دون التكليف فهو غير مطالب بذلك. شيخنا لذلك أثر نفسي كبير سنتطرق إليه إن شاء الله بعد الفاصل، وأمل أن يكون لديكم الجواب على تأثير ذلك فيما يعرف بالوسواس القهري إن شاء الله. نعم. سادة الأفاضل لن نطيل عليكم إن شاء الله، نتشرف بمتابعتكم. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يربى الصبي سبعة ويؤدب سبعة ويستخدم سبعة ومنتهى طوله في 23 سنة وعقله في 35 سنة وما كان بعد ذلك فبالتجارب. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما زلنا في ضيافة الشيخ مهدي أبو زيد يحدثنا عن السبعة الأولى في عمر الطفولة. شيخنا في علم النفس لدينا ما يعرف بالوسواس القهري، وأحيانا يكون له نشأة سلوكية، يعني إذا كان لدينا ما يعرف بالعلاج المعرفي السلوكي، لكن هناك أسباب صحيح تكون وراثية أحيانا، ولكن هناك عادات سلوكية تؤثر في ظهور هذا الوسواس القهري. يعني شدة الانضباط داخل البيت مع الطفل، مثلا الانضباط على مستوى العلامات، صحيح، يبدأ الطفل بالتفكير في وصوله إلى البيت وإعطاء أهله شهادته بالعلامات منذ أن ينال العلامة الأولى، ويعيش هذا الهم دائما، انشغال فكري بقضية معينة أصبح ذهنه محصورا بها، أو تقول الأم للطفل افعل كذا، لا تدوس هنا، هنا طهرت، هنا نجست، هنا كذا، يصبح لديه شيء من التأطير الذهني بحيث لا يستطيع أن يتجاوزه. هذا التأطير فيما بعد يتحول إلى سلوك قهري عالي لا يستطيع أن يفعل إلا كما درب وعلم هذا الذهن، يصبح بحاجة إلى علاج إما سلوكي معرفي، وإما أحيانا إلى علاج بالدواء كي نحرر العقل والذهن من هذه التأثيرات التربوية. لذلك عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم وتلك الإشارات الموجودة في المرحلة العمرية الأولى، نعم، عندما نقول لاعب ودع ابنك يلعب والغلام يلعب والولد سيد 7 سنين ورواية أنه 7 أمير، فيها الإشارات إلى أن يكون مطلق العنان بما لا يؤدي إلى أذية نفسه، أذية مادية وأذية معنوية. لذلك حتى على مستوى موضوع التعليم، نعم، بالمنهج الإسلامي للتعليم من الخطأ أن يبدأ التعليم قبل 7، يعني كان يقول أحد الأولاد: كنت أبكي مع رفاقي ولكن أنا لم أكن منزعجا وأطلب بكاء، ولكن أراهم كلهم يكون فأبكي معهم، فتنقلب المدرسة كذلك السجن الذي تسلخ فيه الشخص من بيئته من مجتمعه، وتضعه في هذا المكان وهو يعرف لا يعرف سبب العقوبة التي عوقب بها. هذه التقييدات والقيود البعض يظن أنه يريد من خلالها أن يضبط إيقاع حياة الولد، ولكنه في الحقيقة يرسم خطوطا ملتوية على صفحة حياته البيضاء، ربما إذا لم يقيد له من يلتفت إلى حجم المشكلة التي وقع فيها ستجعله إنسانا منطويا، وربما جعلته في مكان آخر إنسانا متفلتا. لذلك ما تفضلتم به من موضوع العلامة أو من موضوع الطهارة أو من موضوع الانضباط المسلكي في مكان، نتحدث عن الشدة، يعني شيخ يتحول عند أول لحظة انفلات وحرية إلى ضده. لذلك تجد أن بعض الشباب يعيش صبيانية مفرطة،
وقد لا يجد المرء جوابا لذلك إلا ما كان يعانيه في داره من ذلك الضغط الشديد. يمنع عليك الحركة والكلام والبسمة واللعب وإلى آخره، وهو مضطر لأنه في سجن، محكوم بالسجن لمدة 20 عاما، ثم عندما يخرج من ذلك السجن سوف يعود إلى تلك المرحلة ليعيد إحيائها ويتصرف من خلالها. ماذا لو جعلنا المدرسة شيخنا مكانا للتعليم باللعب حتى 7 سنين، مكانا للتعليم بالأنشطة الجميلة وليس بالكتب والدفاتر والمقاعد الخشبية؟ ويفترض ذلك، عند ذلك تصبح المدرسة متناسبة مع ذلك الأمر. يعني من 5 سنوات مثلا يقولون علميا أن الطفل يحتاج إلى مقدار من النوم يفوق 12 ساعة في بعض الأحيان. طيب أنا أنظر إلى الأطفال الصغار عند 6 صباحا وهم يركبون الحافلة إلى المدرسة، هذا أليس جريمة؟ خاصة في البرد شيخنا، المكان الدنيا مظلمة، يعني قبيل صلاة الصبح تقريبا لابد أن يستيقظ ويبقى في المدرسة إلى قريب العصر، يعني حوالي 10 ساعات حتى يعود إلى منزله. تصور طفل ابن 4 سنوات مضطر إلى أن يكون خارج داره 10 ساعات، مع بصرف النظر عن ماذا تمارس عليه من طقوس ومن تعاليم، هذا بحد ذاته طريق من طرق التسرب المدرسي، هذا تفضلون في موضوع الوسواس، هذا سيجعله في حالة من الوسوسة بحيث أنه في أول فرصة تتاح له أن يتمرد وينتقم سيخرج عن كل ذلك. لذلك يقولون كان إلى السنة المدرسية 4 أو 5 كان متفوقا، ثم عندما وصل إلى متوسطة انهارت المعنويات لأنه كان منضغط، وهنا أتيحت له فرصة أن يتفلت. هذا الموضوع يحتاج إلى حقيقة إلى بحث تربوي جدي أنه صحيح هذا المنهج الذي نسلك. نعم. فبالنسبة إلى 7 الأولى شيخنا، كي لا يفهم أن الطفل بحاجة إلى وضع ضوابط، أنه لا يحق له طالما أنه حيث أنه دون 7 سنوات أن يحطم ما يشاء أو أن يصرخ كما يريد، لا، في مكان يمكن أن تجعل له حقوقا وواجبات، لكن دون 4 سنوات مثلا لا يفهم ماذا يعني حق. يعني نحن نعلم عندما ندرس في علم المنطق العقل الحسي، الولد عندما يأخذ الكوب ويتركه فيقع على الأرض فيسقط، لا يستطيع أن يكون في ذهنه قاعدة أن هذا الشيء الزجاجي كلما حملته وخليت سبيله سيقع فينكسر. يعني إمكانية أن يستخرج قاعدة كلية من الجزئيات غير متيسر له. لذلك في هذا العمر ما تجد فيه خطرا عليه وتجد فيه لازم لك واحتياج لك لابد أن تجعله في موضوع بعيد عن الطفل. يعني أنت لابد أن تمارس الوقاية، ولو لا يعرف حتى لو ضربته على كسر هذا الكوب سوف يأتي إلى أي وعاء آخر ويمارس معه نفس المعاملة، لأنه أولا يكتشف هو في عملية استكشاف وأصلا يتفاجأ منك، وهو أنت لما تضربه أصلا، ولا قد لا يعي لما ضربته. نعم قد يرغم على ترك شيء، وبالتالي قطعت عليه طريق من طرق المعرفة من خلال أنك حجبت حريته وحجزت حريته. نعم في موضوع الصراخ تنظر أن بعض الأطفال من خلال الصراخ مثلا يحصلون الاحتياجات. طيب لما الوالدان يلجئان الطفل إلى أن يصرخ حتى يحصل ما يريد؟ يفترض في البداية إذا كان ما يريده متاحا وموجودا وممكن أن يكون بين يديه، لما نلجئه إلى ذلك حتى يعتبرها ويتخذها ويتوسل بها لكي يصل إلى مراده؟ كذلك عندما يلعب مثلا. نعم. لو كان يطلب ما يؤذيه، يعني كثرة الحلوى مثلا وأنت لا تعرف أنه سيضر به ذلك، امتنعت عن إعطائه، بدأ يصرخ، هل أستجيب بصراخه أم لا؟ أكتفي بالابتسام وأتركه ليصرخ ويتعب؟ عادة بعض الأحيان يمكن أن تلهيه بشيء آخر. يعني مثلا هو كان مثلا يطلب الحلوى فأعطيه مثلا لعبة يلعب فيها
أو مثلا أستدعي أحد إخوته يلعبونه بشيء أو يخرجوه من الدار أو إلى آخره، فأنت ملأت هذه الجزئية من الاحتياج باحتياج آخر. يعني مثلا الولد الذي يصرخ، قل له مثلا جئ بورقة حتى نرسم معا مثلا، أو هذه التلاوين مثلا العب بها مثلا، ستجد تلقائيا أنه قد أقلع عن تلك الفكرة. لذلك حتى نحن الكبار لا يمكن أن تحجب المرء عن شيء دون أن تؤمن له بديلا. لذلك يقال في التربية أنه لا تستطيع أن تأخذ القلم من يد الطفل انتزاعا، وإنما أعطيه شيء آخر وخذ منه شيء. أما أن تسلب منه الأشياء فتجعله صفر اليدين دون أن تعوض عليه بشيء، هذا أيضا يعني يجعله في محل المساءلة، أنه لما يجري هذا الأمر معي، لما يفعلون. لذلك تجد أن الطفل واحدة من الأمور التي يمارسها موضوع الحرص. مثلا الأهل في موضوع التربية مثلا عندما يعطون الولد بعض الأشياء يقول له إياك أن يمد أحد يده إلى غرضك مثلا. هذا الاهتمام بأشياء جيد، لكن أن يصل الاهتمام بحيث يؤدي إلى الحرص والانعزال والانزواء عن الآخرين، هذا أمر غير صحيح وغير صحي. وكذلك مرة تأتي له بالألعاب التي تحتاج إلى أكثر من طرف لتشعره بقيمة الحياة الاجتماعية والارتباط مع الآخرين، ومرة لا، تقول له هذه ألعابك لا أحب أن أرى أحد يلعب معك بها. أنت ماذا تصنع فيه؟ تصنع من هذا الولد إنسانا أنانيا، إنسانا يحب كل شيء لنفسه. وعلى مستوى اللباس كذلك، صحيح بعض الأمور مثلا موضوع المنشفة مثلا والمشط، يعني المنديل والمشط وهذه الأمور، هذه شؤون، والسواك فرشاة الأسنان، هذه أمور شخصية. أصلا عندنا بالروايات يكره أن يستعملها أكثر من واحد، بخلاف ما هو موجود في بعض البيوت، أنه مثلا المنديل يستعمله كل أهل الدار، لكن في ثقافتنا المنديل لكل شخص يجب أن يكون له منديله، والمشط كذلك، بالإضافة إلى عادة فرشاة الأسنان. هذا يعني شبه نطبقه. فإذا بعض الأمور التي واقعا ينبغي أن تبقى شخصية مع الوقت يتمرن عليها، وبعض الأمور التي ينبغي له أريده أن يكون اجتماعيا، أن يبني علاقة مع الآخرين، لا أستطيع أن أحجبه عن الأولاد الآخرين، وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أجعله في معرض الجميع، لابد أن أنتقي له. لذلك قال لي أحد الإخوة في فترة، أنا أغبط فلانا، قلت له لما؟ قال تصاب مع أولاده ثم أدب ثم مارس الصحبة معهم، بحيث أنه كان يطلب من أبنائه أن يأتوا بأصحابهم إلى الدار ويجلس معهم، حتى بنى بينه وبينهم صداقة وأخوة، وهم يشاطرونه العمل الآن، يعني حفظ هذه الصحبة. لطيف. بينما تجد أن البعض يأخذ حيزا فلا يدري أبنائه مع من من يعاشرون، مع من يذهبون، وأين يذهبون، وماذا يفعلون، ولا يدرك أي شيء، ثم يفتح عينيه وقد أنهكته السنون، ليجد أنه في واد والأبناء في واد آخر. لذلك على الإنسان أن يلتفت هذه المراحل التي كنا نقول أنه فيما يعني موضوع التأديب في غير موقعه. تجد أننا في السبع الأولى نشدد على الطفل في كثير من الأمور في بعض الدور، لأننا نخجل أن يقال أن هذا الولد مثلا بدون تربية، عفريت، ممنوع. لذلك مولانا الإمام الكاظم صلوات الله تعالى عليه يقول في مروي عنه: تستحب عرانة الصبي في صغره ليكون حليما في كبره. هذه الحركة الزائدة والتفاعل مع الأشياء وكذا، هذه من الأمور المحببة والأمور المطلوبة في الطفل حتى يصنع شخصية، ثم بعد ذلك عندما يقضي منها وطرا سيتركها، سينضج، سيكبر. بينما عندما تمارس الشدة عليه والحجب والمنع والحظر في كثير من حركته، أنت عمليا لا تربي، أنت تقف في عكس التيار. لذلك يمارسون التربية في غير موقعها،
ثم في الموطن الذي ينبغي لهم أن يربوا يغفلون عن ذلك بحجة أنه يدرس، لا تشغله بقراءة القرآن فهو يدرس، ولا تشغله بالدعاء فهو يدرس، ولا داعي لتعلم الصلاة الآن فهو يدرس، والصوم يتعارض مع الدرس، فتبني فيه جنبة واحدة من عشرات الجنبات. ثم عندما يصل إلى المرحلة التي لا بد أن تصادقه وتصاحبه، تضطر إلى أن تفرض عليه أمورا، افعل كذا واترك كذا ولا ينبغي كذا، فتجد أن ولدك قد قطع علاقته وصلته بك لأنك مارست ممارسة خاطئة. لذلك أقول للأهل، ولو في ولد من الأبناء، مارسوا التربية النبوية، جرب. إذا كنتم غير مقتنعين مارسوا في ولد لتجدوا أنه أفضل الأبناء في حركته. كثيرا يراهنون على بعض التربويات الإلهية بأنها في معرض سقوط بحجة أنها لا تتناسب مع هذا العصر. ما معنى أن يكون الولد همه اللعب في هذه السنوات؟ ما معنى؟ لا، يجب أن يتعلم، يجب أن يتربى، يجب أن يفهم ما أقول له، وهو يظن أنه يفهمه. في مرة من المرات بإحدى اللقاءات في ورشة تدريبية في إحدى المدارس، في فترة الاستراحة بين الحصتين علت الأصوات والهرج والمرج. طبيعي أن الإنسان في مقعد الدراسة عندما ينضبط لساعة ونصف ويتاح له فرصة يعيش جو من الانفراج الذهني. عندما انتهت وقت الاستراحة وعدنا إلى الورشة، قلت للأساتذة والمعلمات أنه نحن عادة على مفكرات التعليمية للطفل نكتب أن هذا الولد مشاغب، أنه يمشي بين الصفوف أحيانا، أنه مثلا يطلب الخروج إلى الخارج، وتعتبرون هذه نقاط سيئة في الطفل، في حين أننا نحن كلنا مكلفون في أعمار واعية، بل نمارس التعليم والتربية، وفي اللحظة التي يتاح لنا فرصة أن نخلى وأنفسنا يبدو منا ذلك. فكيف ترجون من طفل يجلس بشكل يومي ست ساعات ويقضي خارج داره 8 أو 10 ساعات، تريدون له أن يبقى كل اليوم كالصنم؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا منطقي؟ ونحن مكلفون وهو ليس بمكلف إلى الآن. لذلك ارحموا عزيز قوم ذل، هذا الموضوع يحتاج إلى طرح. لذلك إذا نرى الطفل عزيزا تعرض للإذلال، هو يرى أنه فيها هذا مقيد مكبل، وليس لمرة، وإنما بشكل يومي وعلى امتداد نصف ثلث عمره تقريبا. شيخنا، عدد تكاليف البيت، يعني أنا أحيي كل المؤسسات التربوية التي ترى في الحلقة الأولى يعني حتى الصف الثالث أنه يجب أن يذهب الطفل للبيت وليس مكلفا بشيء. صحيح، يفترض هكذا، لأنه ما عناه من الأسر يكفيه فعلا، لا يحتاج إلى مزيد أثر، إلى مزيد أسر، لأنه بالحقيقة حتى هذا المقدار، أنا عشت مقدارا من السنوات في الجمهورية الإسلامية، كنت أرى حتى المراهقين يأخذون مجموعة من الكتب البسيطة، وكنت أقارنها بما نتعلمه في بلدنا، كنت أقول هؤلاء ماذا سينتجون وأين سيصلون. بعد ذلك عندما يعني تفاعلت في المجتمع، وجدت أنهم أولا يدرسون في لغتهم، ثانيا مقدار من الحصص أقل مما ندرس هنا، ثالثا لهم فسحة من الوقت يتاح لهم فيه التفكر والتأمل والتدبر وما إلى ذلك. ثم على مستوى الحصاد تجد حصادا وفيرا، بينما نجد أن هذا الطفل إذا جئنا لنقيس الساعات التي يتعلمها الطفل والوقت الذي يستهلكه، إذا كان يأخذ في المدرسة 6 حصص، هذه الحصص لا تحتاج في مقابلها في الدار، طيب أين حصص نومه واستراحته ولعبه وشؤوناته الأخرى؟ لا، حقيقة نحن نظلم الأطفال شيخ. عندما نقول أن هنالك تسرب مدرسي، في الحقيقة لابد أن نراجع البرنامج التعليم الذي نسلك، وبرنامج لا يليق وغير صحيح، خاصة في السنوات الأولى. لذلك حتى على مستوى التعدد في المواد العلمية،
أيضا هذا خلاف المنهج التربوي الإسلامي. بالمنهج التربوي الإنسان لابد أن يأخذ مادة يعي أمرها يتابعها، طهل مادة وملحقاتها جيد، ثم عندما يفرغ منها ويتمكن منها يذهب إلى شيء آخر. بينما تجد أننا نتعلم الكيمياء والفيزياء والعلماء الكبار عندما يدرسون هذه المواد يدرسون كل مادة على حدة، بل يختصون في مادة ولا يعنون بشيء آخر. الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والتاريخ والجغرافيا وما قبل التاريخ وما بعد التاريخ، ثم نأتي فنقول هذا الولد يعني كيف يحتمل كل ذلك، لا أدري. فإذا هذا خلاف أنه في هذه السنوات لابد أن يبني مرتكزات ما لن تتاح له في أي مكان آخر. لو أخطأ الطفل ابن السبع سنوات في أي شيء الناس تبرر أنه ولد، صحيح، بينما من الصعب جدا أن يخطئ وهو كبير. فإذا فسحتم له المجال أن يخطئ فإن من يخطئ يمكن أن يتعلم. أما إذا كان ولد كان هنالك ولد منضبط نتيجة الضوابط المنزلية القائمة، لا تتحرك، لا تقوم، لا تقعد، لا تفعل إلى آخره، أين سيبدر منه الخطأ حتى يقام بعلاجه وتصحيح أموره بعد ذلك. بينما إذا تركته يتحرك سوف تلحظ في حركته ما هو جيد فتشجع عليه، وستلحظ في حركته ما هو غير جيد تعمل وتعمد إلى أن تصححه. أحسن. لكن إذا كان على سكة واحدة سوف لن ترى فيه خطأ. لذلك بعض علماء التربية يقولون أنه لا تصطاد له ولكن علمه الصيد. نعم. لذلك عندما تربيه على أن يكون ذا حصانة أفضل من أن تمارس عليه الحصانة بالرقابة. نعم. أن تحبب له الصلاة والعبادة والحجاب والستر والعفاف، لا أن تلزمه بذلك إلزاما، لأنه في اللحظة الذي ستتركه سيذهب إلى حيث يريد. إذن لكن عندما تبني فيه ذلك نعم. لن يتمكن أحد أن يخترقه، سيبقى جبلا صلبا شامخا لا تزعزعه الرياح العواتي. فإذا شيخنا نخلص إلى أنه لاعبوا أطفالكم حتى السن السابعة بالملاعبة، وهذه الملاعبة سيكون فيها الدس الكبير للتعليم، تعليم باللعب بين الأهل، ولتكن مشاركة بين الأبوين وطفلهما. شيخ مهد أبو زيد أشكركم لما تفضلتم به عن الطفل في سبعته الأولى كما تفضلتم علينا. سادة الأفاضل شكرا لكم، على أمل الملتقى إن شاء الله في موعد لاحق. أستودعكم عنايته سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.